مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم غيم القصيد، البرنامج المهتم بكل ما هو مهم للشعر والشعراء. ضيفنا اليوم هو الصوت الجريح، شاعر مميز ومبدع له العديد من المشاركات على المستوى المحلي والمستوى الخارجي. باسمكم باسم برنامج غيم القصيد نرحب بضيفنا العزيز والغالي علينا علي الغنبوسي، مساك الله بالورد. مساك الله بالخير أخوي مازن، سعيد بالتواجد معكم الليلة في غيم القصيد، وتحية للمشاهدين من خلف الشاشة. تسلم يا علي. علي خلينا نبدأ من البداية. اللي يدخل حساب علي الغنبوسي في تويتر في البايو في الملف التعريفي لقبني حمد السعيد بصاحب الصوت الجريح. طيب هل تعتبر هذا إنجاز لعلي الغنبوسي؟ هو مو بإنجاز، أنا أعتبره يعني اللقب، يعني كان في أيام شاعر المليون، ولقب من أستاذ وشاعر أعتبره أحد أعمدة الشعر والساحة الشعرية، واللقب كان غالي علي. يعني أول ما نزله أحمد سعيد أحس أنه لامسني شوي، فخلاص اللقب صار مواكب معي. جميل. يعني في السيرة الذاتية ممكن تكتب علي الغنبوسي صاحب الذي لقبه أحمد السعيد بالصوت الجريح، ما تحس أنه تحجيم لعلي الغنبوسي الشاعر المبدع أنا أتكلم عنه؟ لا، بغض النظر عن مسألة تحجيم وغيره، أنا العلم حتى ديواني القادم إن شاء الله اسمه الصوت الجريح، يعني فبالعكس الاسم أنا أشوف يعني عمل لي شيء، يعني من بعد شاعر مليون حتى انتشر مع الجماهير أكثر من شخص يناديني الصوت الجريح، وأنا أحس أن اللقب في الصميم. في الصميم. جميل. يعني علي وينهم، يعني خلينا نقول وين اللي يعني اللي ثقل أكبر على يعني على وقع قلب علي الغنبوسي، الوصول لمرحلة ال 12 في شاعر مليون أم لقب حمد السعيد الصوت الجريح؟ لا طبعا الوصول لمرحلة ال 12 طبعا أولا توفيق من الله، ثاني حاجة وقفة الجمهور العماني معي، ما وصلت للمرحلة، والإنسان يوجه الشكر لله قبل، وللجمهور العماني وقفتهم ومساندتهم معي. بالطبع يعني وصولي لمرحلة ال 12 هذا اللي يبقى في التاريخ، يعني أما الألقاب فهي تذهب في النهاية. الله عليك. ولا وبعدين وصولك يعني وصول مستحق، أنت تتكلم عن شاعر مبدع ما تتكلم عن شاعر. الله يعزك يا مازن. عزيز وغالي علي. علي خلينا نتكلم عن تعريف الشعر يا أخي، الشعراء وايد يعرفون بتعاريف مختلفة أو تعريفات مختلفة. علي الغنبوسي إيش شعر في الشعر؟ والله الشعر له عدة تعريفات. أبا علي الغنبوسي شعر. إحساس وشعور. إحساس وشعور. بس. متى تكون القصيدة مبهرة لعلي؟ هذا الشعر. اللي تي على سقيتها، يعني ما اتصنع فيها، مثلا يقول لك اكتب لنا قصيده في موضوع معين، هذه القصائد اللي انا ما احبها كثير لاني اتكلف فيها. اما القصيده اللي تاتي على السقيه بدون موعد مرتب معها هي اللي تبقى واحسها قريبه مني. طيب في قصائد تجاريه وفي قصائد حقيقيه. اكيد في تجاريه وفي حقيقيه، وانت ادرى بهالشيء. الله يعزك. طيب علي، يعني سمعنا خبر مع عبد سلطان البحري يقول لي الحين عن طريق السماعه هذه. انت اليوم عندكم فضايح. طبعا انه يعني علي يبيع قصائد ب 500 ريال قصيده الوحده. الله يا ليت اذا في احد موجود وشراي. ما عندك. لكن للاسف يعني انا ضد هذه الفكره، فكره اني ابيع. وما يالي في حياتي بديت في الساحه اني بعت قصيده مقابل ما شيء مادي، وانعرض علي اكثر من مره في مدح شخصيات، لكن للاسف انا ضد اني ضد هذا القصائد. مدح شخصيات باسم علي تظهر القصيده؟ لا، باسم شاعر اخر. باسم شاعر، فتكون يعني خلينا نقول نسبه لعلي لك نسبه، يعني انت احنا نوصل القصيده، نوصل قصيده وانت حالك 20% 30% من الخير اللي بين وراها. اي مثل الحركات. ورفضت؟ رفضت طبعا، انا ضدها، ضد هذه الفكره. طيب انت طبعا عارف ان في شعراء وايد يكتبوا لهم في ساحتنا، موجودين اكثر من اسم صح؟ والله موجودين في الساحه، لكن عاد الشيء انه ظاهر وشيء يعني ممكن تشوفه وتشاهده، لا يمكن لمن تحت الطاولة موجود كثير. وتعرف الكاتب والمكتوب؟ أحيانا القصيدة اللي أنت من خلال يعني ممشاك مع الشعراء تعرف خلاص، أنت تعرف لون القصيدة، لون القصيدة الشاعر، هذه القصيدة أول من تسمعها تقول هذه القصيدة للشاعر الفلاني مباشرة، حتى لو ألقاها شخص ثاني تعرف أنها قصيدة. وصارت معك عرفت أن هذه القصائد لشعراء؟ في يعني في يمكن في بعض المسابقات للأسف
سابقات كان يكتب لبعض الشاعرات وتبين بلون شاعر ثاني بنفس الشاعر نفسه، وتفوز هذه القصائد؟ في والله قصائد فازت واخذت مركز، مراكز بس مركز مراكز. عطنا واحد من المراكز. والله صعب ترى الحين، ما نقدر نقول، بخلي اعمارنا شوي دبلوماسيين شوي. جميل جميل. الشاعر يعني خلينا نقول علي الغنبوصي، انا عارف انك انت عارف ايضا ان في شعراء يكتب لهم، فهمت؟ او مستشعرين يكتب لهم صارت اسمائهم شعراء، وانت عارف من اللي يكتب للشعراء نفسهم، ويا ما ارسلوا لك على الخاص في تويتر، عملنا رتويت لهذه لقصيدتي وهي ما قصيدته. كيف تعاملت مع هذا الموقف؟ شوف مازن، انت بادي بدايه قويه صراحه. زين، سالفه المستشعرين ما راح ننتهي منها، ما هي جديده على الساحه. كل يبي يطلع باي شيء، او نقدر نقول الشخص الشامل حاليا في هذا العصر، يعني ممكن يكتب يكون شاعر وخيال شاعر وفارس، وخيال وفارس وغيره الى اخره. ففي مستشعرين، لكن انت كشاعر تميز الشاعر من المستشعر. وتدعم المستشعر؟ تسوي له رتويت؟ والله يا يعني لا، صار لي دعمت حد، لكن لين تبينت الحقيقة بعد كذا خلاص ما صرت، وقفت له. واتمنى ان توقف دعمك للمستشعرين اللي استعملهم الرتويت في تويتر. نريد نسمع نص يا علي. ابشر، نبدا بالوطن ان شاء الله. يقول: لاحظ يا واشوف ملحة تعب ذاب، شق السحاب بطيرك اللي وصلها، غادرت بأسبابك وشعبك لها أسباب، أسباب نعلمها وما حد جهلها، وشعب صباح وليل يا رب الأرباب، تحفظ لنا السلطان برض نزلها، وصلت كأن الأرض ما هي من تراب، فاحت قلوب الناس تسبق نفلها، نزلت نزلة حر من فوق مرقاب، ما حد من الأحرار قبلك نزلها، يمن القدم قدمت يا عذب الأنساب، سنة رسول الله بدارنا دخلها، رفعت كفك واعتلت معها الارقاب، وعمان كانها عين شوفك كحلها، يومك ضويت عمان تنبت لك احباب، من كل حدب وصوب جاتب فعلها، من كل حدب وصوب جاتب فعلها، في رقعتك شفت الكبير بعزم شاب، قاد المسيره والصور لك حملها، ومداحمه طفلا يسجل له اعجاب، يزفن مع الرزحه ويتبع طبلها، كل القبائل صارت أصحاب وأقراب، باسم الولاء لجمع الله شملها، والسلطنة من حولها ستر وحجاب، مترامية الأطراف للي غفلها، كل دار روضة سلم أو قول محراب، روضة بلا بيبان محدن قفلها، روضة بلا بيبان محدن قفلها، مولاي سلم وعدل تزهاك الألقاب، ونغيبوها يوم دارك بدلها، يوم العرب متشتتة بين الأحزاب عن الفتن والحرب، دارها عزلها، قرت عيون الناس من بعد ما غاب شوفك مطر، زاح الهموم وغسلها. يا سلام، صح الله لسانك يا علي. علي شاعر مجنون كالعادة، مبدع. علي الغنبوصي، خلينا نتكلم عن مسألة نوعا ما أعرف، أنا أبحث عن أسباب لها وبس بأخذها من عندك بإذن الله تعالى. علي قبل شاعر مليون كان يسعى للإعلام، اليوم الإعلام يسعى وراء علي الغنبوصي، ايش السبب يعني؟ ما كان هو شاعر مبدع قبل وبعد ظهور في شاعر مليون؟ طبعا في لقاء سابق معك مازن وذكر لليوم، انت تطرقت لهذا الموضوع وما زلت تعيد على نفس هذا الكلام، اعتقد في 2012 خارج النص قبل شاعر مليون، وكانت نفس الاجابه، وبقول لك اياها مره ثانيه، قلت لك اني بحكم المسافه واعيدها مره ثانيه. انا بعطيك مثال، قلت لك يا سابق يمكن سعيد الحقري نفس الشيء، تذكر اذا كان معي في اللقاء، بحكم انه كان يشتغل في مكان بعيد، فكان بعيد عن الساحه، بعيد عن الساحه، لان الناس يقول لك القريب من العين قريب من القلب، فبحكم انني كنت بعيد في الشرقيه، وكان عندي قلت لك انه كان معي كسل من ناحيتي، يعني ما بعزي الاسباب كلها للاعلام، كان السبب مني ايوه، في كسل كان عندي اني ما سعيت. بالعكس، لك مشاركات عليها، لي مشاركات في امسيات، لكن الاعلام انا ما سعيت يعني اني اوصل في اشياء مثلا، يعني مناسبات تحسها وطنيه قويه فيها لها تاثير قوي، حيث ان الاسم يتردد ما بين الجمهور. لكن بعد الحمد لله رب العالمين، التوفيق في شاعر المليون،
قدمنا ان شاء الله اني احس بالشيء اللي يعني يرضيني ويرضي الجمهور. الحمد لله الوضع الان في الساحه رقم صعب يعتبر على الغنبوص اليوم في الساحه، والله يعني شهاده منك انت واعتز فيها صراحه. أنا علي، سر علاقتك بالمصنع، علاقه عاطفيه، تحب المصنع يا اخي؟ هو بشكل عام مو المصنع، الباطنه بشكل عام كلها كامله يعني. جمهورها جمهور شعر اول بدايه يعني، ما اذكر حضرت امسيه الا كان فيها جمهور متفاعل، جمهور محب للشعر، يتعنى عشان يسمع الكلمه اللي هي ممكن يعني تروي ذايقته. واللهجة كذلك لها دور، لهجة الباطنة. ايش كتبت فيها انت؟ سمعني قصيدتك باللهجة المصنعاوية. والله هي ابيات كانت مداعبة ايام ملتقى عمان الشعري، فيقول: لا تنشد الشوق عن حاله وحالتي، دام الحكي بالمصنعة او سويقاوي، لا من تبادت حكت من قد طلتي، هالباطنة غاوية وانته بعد غاوي، يا ولد جعلان دار العز حلتي، وانت من هناك عز وطيب شرقه. الله الله، صح الله لسانك، شعر مميز يا علي. انا ما كنت متخيل ان هذه اللهجه ممكن ندخلها في شعر شعبي، سمعتها من شاعر مش من البيئه هذه يعني، شاعر من جعلان ويابها بطريقه بالعكس يعني متفرد. يعني مثلا تمازن اذا جيت الشرقيه ولك زيارات كثيره ممكن تتاثر حتى باللهجه السوريه، وانت عاد انت وفيصل فارسي ربع مع بعض اكيد انك تاثرت معه. انا نفس الشيء جياتي وزياراتي الباطنة واللهجة اللي اسمعها من الجمهور احيان تحسها يعني شعرية، تحس لازم تكتف فيها. جميل. طيب خلينا ننتقل لموضوع المهرجانات الشعرية، انت كنت ضيف في مهرجان الشعر العماني الاخير في نزوة، في عتب من الشعراء الكبار، العتب كان على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، انا قريت اكثر من تغريدة، كيف مهرجان الشعر العماني العظيم بين قوسين يعني يستضيف شعراء صغار في السن تجربتهم بعدها ما متحققة كضيوف شرف في المهرجان، واحنا تعودنا هذا المهرجان تكون فيه محفوظ الفارسي والاسماء المتحققة لها تجارب تتعدى 30 سنة تجارب شعرية، ايش ردك على هذه التعليقات؟ والله مازن شوف، انا امشي على نيتي يعني، اتصلوا في اتصال وانت ضيف شرف. لا تستاهل انت، انا قلت يعني تستاهل. انا اكلمك أرجس عن شيء، انا عشان بوصل لك حاجة يعني. مسألة تقييم التجربة وفلان يعني يستحق أكثر من فلان، هذه خارج عن يدي وأنا ما لي دخل فيها. في لجنة مختصة في المهرجان، وزارة التراث الثقافة هي تختار أسماء، هي تختار الأسماء. بيني وبيني وبيني وبين نفسي يعني كنت أتمنى يعني إذا يعني كنت أتمنى تكريم أسماء معينة، لكن أنا فاجأني حتى يعني يوم اتصلوا فيه تفاجأت، وعندي عتب بسيط كان يعني اختاروا منا ثلاثة، وحن كنا ممثلين السلطنة خمس، وكان عندي عتب وتحفظ يعني. بس هم خذوا الأبرز، ما ممكن نفس الشيء تستوعب الجميع يعني، أنت ما مش تكريم، هذا هاي دعوة لشعراء. بس في النهاية يعني عملية أنك من اللي يستحق أن يكون هناك وكضيف شرف، أنا ما دخلت أبدا في هذه السياق أبدا مع أي واحد، يمكن داخلوا معي في تويتر او اي شيء، ليش فلان ما جاء؟ لا لا انت ما دخلت، بس انا احيانا اوجه لك على الهواء هذا التعليق، انت كيف ترد عليك على الغنبوصي؟ يعني احنا شفنا هذا الموضوع يرجع لوزاره التراث الثقافه، وانت تشوف نفسك تستحق اكثر من تجارب متحققه اللي تعدى 30 سنه. والله شوف، انا ما همش اي تجربه ابدا، انا جيت مكمل، انا جيت لاول بدايه مكمل لتجارب الاشخاص اللي سبقوني في الشعر. انت شاعر مبدع يا اخي، تستحق يا علي. هاي الدعوه اللي وجهت لي انا جيت عليها فقط. جيت عليها. طيب هل يعني التجربة الشعرية مقرونة بالعمر؟ لا طبعا مقرونة بالعمر، ياما شعراء صغار صغار في السن يعني، يمكن أبو القاسم الشابي ما تعدى 25 سنة، ما توفى الله يرحمه وعمره 25 سنة، قصائد مخلدة إذا الشعب يوما أراد الحياة. فهذا يعني أقول لك يعني أن التجربة الشعرية لا ما تقارن بالسن أبد، أحيانا شاعر صغير ممكن يغطي على شعراء لهم باع طويل في الساحة. طيب علي، يعني انت نفهم من كلامك ان مثل ما انت يعني حضرت المهرجانات الماضيه خلينا نقول كمتلقي او كشاعر، لك الحق انك تحضرها في يوم من الايام كضيف شرف لمهرجان شعري، وهذا ابسط حقوقك كشاعر. جميل. طيب علي، خلينا نتطرق على موضوع مهم، انت تكلمت عن الديوان الشعري، متى راح يصدر هذا الديوان؟ الصوت الجريح بيكون اسمه؟ الصوت الجريح ان شاء الله. انا خلصت جهزته تقريبا، الديوان يضم 40 قصيده،
كذلك في 30 مقطع أبيات صغيرة، وإن شاء الله يعني خلال الأشهر القادمة يكون في الديوان جاهز إن شاء الله بعون الله. أتمنى الله. جميل جميل. ملتقيات الشعرية ومهرجانات الشعرية مع كثرتها الخاصة؟ لا، ما مع كثرتها. للأسف اللي صاير الحين في عمان كثرة الملتقيات يعني أضاعت جهد الملتقى الأساسي. في ملتقى أساسي عندكم وملتقى فرعي؟ أيوه، الملتقى الأساسي معروف، ما محتاج. لا أريد أعرف أنا. أنا أعتبر أن ملتقى عمان الشعري هو الأول والسائد في السلطنة. في السلطنة أوزان. ويكفي أن أوزان على العين والرأس. ولكن لا يصل لمستوى ملتقى عمان الشعري. فأنا أتمنى يعني، لا أنا بوصلك حاجة. تفضل. ملتقى يحمل اسم عمان. أولا عليه هالة إعلامية كبير. جاء بعد ملتقى أوزان في النسخة الأولى والثانية كان مستواها يعني جيد. بعدها طلعت في ملتقيات ثانية، ممكن ملتقى بحور الشعر وغيره. أعتقد أنه عمل نزول في الساحة العمانية، يعني في ناس تعمل على الارتقاء بالساحة العمانية وبناء شيء جديد، وتي ملتقيات ثانية. أولا يعني القائمين عليها مش ما لهم باع طويل في الساحة في ملتقى معين يعني. ليه إذا تحب تذكر اسمه اذكر اسمه. لا ما بذكر أسامي بدون ذكر أسامي، أنت تعرفني دبلوماسي في الأشياء يعني. ف يعني أتمنى أن تتوحد الملتقيات تحت ظل ملتقى عمان الشعر. طيب أوزان انضم في ملتقى عمان الشعري؟ والله أتمنى، وذي أوجهها لأخوي الشاعر الكبير عبد الحميد الدوحاني. أتمنى أن أوزان يتحد مع ملتقى عمان الشعري. طيب طيب أنا أريد أسمع نص. أبشر. يقول يا مثقل الأقدام من عقب المطيح، وإن كان هالطيحة وقول الناس طاح، المستريح البال دايم مستريح، والممتلي بجراح يشكي من جراح، أدري وتدري ما يصح إلا الصحيح، نمزح مع الدنيا ولا تقبل مزاح، واللقمة الصعبة بعد وصلك تسيح، يومي معك بقضيه واللي راح راح، فالعشق خلك دوم واحد هب ريح، اللي يبيله مح لا ما يقول آح، بياعة الذمة يسليها النبيح، والقافلة عدت ويتبعها نباح، والحق فعلا يسبق القول الصريح، عديته رماحي على وجه الرماح، مضيع الشاعر سوى كثر المديح، خلى من الظلمة ضيا شمس الصباح، ومضيع العاشق سوى غرا مليح، من كثر ما غناه يا سيد الملاح، ملاحقه بالجو ولا ظهر سيح، إن مر لطيفة ضحى والعود لاح، وعبد الكريم انغن بالصوت الجريح، أتذكر اللي طيرها بالجوف ناح، في كل شبر بصدر عاشقها تبيح، واستغفر الله وصلها ما هو مباح، وانا على عهد النبي متبع مسيح، يشدني بالصوت حيا على الفلاح، جهاتي الأربع وهالكون الفسيح، ضيق البراح يقابله وسع البراح، كف الكريم تقود عن كف الشحيح، طابت وطاب المد من طيب القراح، ونطاوع قلبك تسير للطريح، مسامحك واربط على جرحي وشح. يا سلام عليك، يا سلام عليك، صح الله لسانك علي. علي الشاعر الشعبي غير مثقف؟ بسمع اجابتك بعد الفاصل. فاصل قصير اعزائي المشاهدين، وراجعين لكم راجعين لضيفنا المبدع علي الغنبوص، يكونوا على الموعد. حياكم الله اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم في برنامجكم غيم القصيد، ورجعنا لصاحب الصوت القريح، او هو بكبر صوت قريح، علي الغنبوصي، حياك الله. علي، الشاعر الشعبي غير مثقف؟ انا سبق وقلت لك اياها نفس الشيء، ان الشاعر بدون ثقافه شخص بدون هويه. بدون هويه، ما هي الثقافه؟ انا الثقافه، انا اكلمك عن الثقافه الشعريه في البدايه قبل، يعني الثقافه الشعريه. الشاعر لازم يكون ملم بالتجارب الشعريه السابقه. أيوة. اثنين، كذلك لا يقتصر التجارب على تجارب الشعرية العمانية فقط، يطلع على التجارب الأخرى اللي حولنا في الخليج. كذلك القراءة بشكل عام
يمكن زيادة في مخزونه اللغوي للشاعر. بالتالي يعني الشاعر أنا أعتقد أنه على ما قلت لك قبل، بدون ثقافة بدون هوية يكون. طيب علي الغنبوس يقرأ؟ والله ما بكون معك كذاب، لكني صريح، قليل القراءة صراحة، قليل القراءة، لكن أستمع كثير. رغم ذلك شاعر مبدع، لكن أستمع هل هي شرط القراءة أن الشاعر يكون مبدع لازم يكون قارئ نهم؟ مو بشرط، لكن أنا في إذا في الساحة الشعرية أنا أفضل الاستماع أكثر من القراءة. شعريا شعريا انا اقصد الكتب الاخرى العامه بشكل عام، يعني هذا يرجع الى يعني ما له علاقه بالشعر. لا ما له علاقه بالشعر، لكن يرجع للشخص اذا كان قارئ نهم او قارئ عادي، يعني في اليوم ممكن يقرا له كتاب او مجلتي في يدي، اي شيء يوصل في يدي. بس اما انه يقرا باستمرار ما له علاقه بالشعر. هذا يرجع اقول لك للشخص. انا عن نفسي يعني قليل القراءه لكن كثير الاستماع. شعريا انت كان شعريا انت مثقف شعريا، ولكن شعري. بشكل عام لا، بشكل ما عام لا، قراءات بسيطه فقط، قليل القراءه، وما تشوف ان القراءه تؤثر. لذلك يقال حتى من الشعراء الفصيح ان الشاعر الشعبي غير مثقف. لذلك انت يعني تشوف ان هذه تنطبق على الشعر الشعبي لانك تشوف. انا لا، الشعراء الفصيح بشكل خاص لهم يقولون يعني هم يقولوا ايوه، يقولوا ان الشعر الشعبي غير مثقف، وكتبت في مقالات لهم يعني. لا انا اختلف معهم في هذه، ما مثقف غير مثقف، مثقف معناه انت خلاص تقول ان الشخص هذا خلاص ما له شيء في الثقافه ولا شيء، لا انا اكلمك عن نفسي فقط. في شعراء شعبيين ما شاء الله يعني قراء، يعني مثلا فهد عافت جميل كمثال، يعني جميل يعني شاعر. بس العموم يسود، احنا نتكلم بشكل عام يعني 70%. يعني بعطيه 60% ماشي. يلا 60%، جزاك الله خير. اريد اسمع شله بصوتك القريح. شله والله هذه جديده، وانا في الطريق الحين. عاد الحين كاتبها في الطريق؟ والله في الطريق وانا جاي انك مقالة. ما شاء الله. يقول انساك وانساني، تعالوا نجرب الغيبه. يقول انساك وانساني، تعال نجرب الغيبه. واقول الله على الجاني، يشيب القلب واشيبه. عطيت الحب واعطاني جروح من مخالبه. إليها الشوق وداني، محبك طيب تعبة، محبك طيب تعبة. أجر العقب الحاني، أصبح باه ومسيبه. تقول الصوت جعلاني، سلام الله على طيبه. كثير اشتاق والقاني، على بابك وانا اديبه. علشانك علشاني، تعالوا خلي الغيبه، تعالوا خلي الغيبه. تسلم، صح بوحك وصح هذا الصوت الجميل. علي، يقال ان القصيده الوطنيه صارت اسهل طريقه للشهره في السلطنه يعني؟ اكيد واتفق معك 100%. لعده اسباب. السبب الاول اعتبرها هي اظنها هي القصيده الوحيده اللي يمكن تتصور، يمكن تتصور عاطفيا. ما شفت قصيده مصوره صراحه. تمام، في شعراء سووها بس ما انتشرت. هذه انا كلمك اذا كانت قصيده وطنيه وتلامس الشعب العماني كامل. هي السبب الانتشار يعني؟ يعني نكتب قصيده وطنيه عشان ننتشر؟ لا، البعض من الشعراء اتجه لها، اللي هم مظاهرين اعلاميا كثير، بدا يعني بدعم من بعض الشركات يكتب له قصيده وطنيه ويصورها وتصور، فبالتالي تحصل شريحه من المجتمع بحكم يعني في الجمهور مترقب ومتلهف لاي قصيده وطنيه يبي يسمع. ولكن ما متلهف للقصائد العاطفيه؟ العاطفيه للاسف لا. ليش؟ هل هي الذائقه ام هي حب الوطن؟ والله
أعزيها للسبب الثاني، حب الوطن. نعم. علي، في راضي عن الفيديو كليب اللي ظهرته أنت وشعراء المليون اللي صورته في ألمانيا؟ العمل الوطني أنا راضي عنه كل الرضا صراحة، من كل النواحي. من كل النواحي. يمكن العمل يعني لاقى يعني حصل ظروف يمكن شوي ما ساعدت انه يظهر بذاك الظهور رغم اللي ذلك كنت، انت راضي عنه. لكن رغم ذلك انا راضي عنه لان الظروف خارجه عن اصلا. بس خليك ما ترضى المفروض. لا لا، هي انا راضي كل الرضا، لكن في اشياء جات تبعيه بعد. انا كنت ما مقتنع فيها بالبدايه، لكن مثل ايش تعاطف الامور فيه؟ يعني التوقيت، توقيت بث العمل. ما التوقيت بث العمل، التوقيت اللي صورنا فيه العمل، يعني التوقيت الخارجي مو باللي داخل عمان. يوم كنا في ألمانيا الطقس ما كان مساعد وايد، وكذلك الأشياء اللي ماخذ يعني الكادر في كانت في بعض النواقص، لكن العمل بشكل عام أنا راضي عنه كل رضا، نواقص بسيطة ممكن تغطى يعني. طيب خلينا نبدأ من مستوى القصيدة، القصيدة اللي تصورت أنت راضي عنها؟ القصيدة؟ القصيدة، هل هذا مستوى علي الغنبوصي كان البطحري حمود بن وهقة وسعيد حجري؟ هذا مستواكم؟ بالعكس، الشعري قصيدة قوية صراحة، أنا أعتبرها، تعتبرها قصيدة قوية؟ قوية نعم. اللي ناقص فيها شيء واحد. تفضل. كانت قصيرة، المفروض تكون أطول. كتبتوها في جلسة مقهى؟ كتبناها في جلسة مقهى، نعم. وترضى عن قصيدة كتبتها في جلسة مقهى؟ برضه عنها كل رضا، القصيده ما يحدها اي مكان، اي مكان بكتبها. بس انت لما تخلص القصيده معناها انك انت محتاج وقت تجلس مع نفسك وانت تكتب القصيده، جلسه مقهى ناس تطلع خلصوا شاهي يا شباب يطلع عليكم يعني. اوكي، اتوقع لكن اليوم مناسب بخبرك يعني. مازن شيء، احيان اذا كانت قصيده جماعيه وشخص في ظفار وشخص في بديه وشخص في قعلان وشخص في ضنك، ولو عن طريق التليفون ما اعتقد راح تكون بذيك القوه ومترابطه مع بعض. حتى لو كانت مواضيع مختلفة وتربطونها بطريقة معينة، انتوا شعراء مبدعين قادرين. مبدعين، لكن انا اقول ان الجلسة مع بعض كأربعة اشخاص وتناول الموضوع في اشياء يمكن انا يعني عن بعد ما نقدر نتلافاها، عن قرب نتلافاها. فانا اشوف الجلسة وكانت كتابتنا القصيدة في وقت واحد دون يدخل فيها اشياء ثانية، بالعكس المخ انت لا تقول ناس داخلين طالعين ماخذين مكان ومكان منعزل. كتبت كم ساعة قضيتوا في الكتابة؟ والله عاد ما يذكرني كم. ما وايد، ما طولتوا كثير. لأنها قصيرة. هي قصيرة قصيرة، يعني الجمهور يعني عاتبنا على شيء يعني كانوا يتمنوه لو طويل شوي. يستاهل السلطان منه؟ منه جاية. جاية. يعني أنا ما أعرف، بس أنا أحس أن الأبيات القصيدة بشكل عام ما احس ان هذا 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 جو علي الغنبوصي او حمود بن وهقة او كامل او سعيد، يعني هذا ارتجاليه نسمعها من علي الغنبوصي يوميا عادي، ما عندي مشكله. انا لما انت تصور انت وكامل في الانستغرام جالسين مع بعض ترتجلون بيتين نفس المستوى، ايش الفرق بين هذا وهذا؟ يعني ما تحس انكم انتوا اشتغلتوا على موضوع التصوير وانكم تسافرون المانيا تصورون اكثر من اشتغالكم على القصيده نفسها؟ لا بالعكس، اشتغلنا على القصيده مازن. يعني انت كمنظور شاعر، كمنظور شاعرنا انت كمنظور شاعر تنظر للقصيدة بمنظور ثاني عن غير عن عن, عن المستمع متلقي. العادي المتلقي العادي. انا اقول القصيدة كتبناها وانا عن نفسي راضي عنها كل الرضا. يمكن لا بخبرك شيء، احيانا الشاعر يتنازل عن اشياء مقابل لكي يصل لذائقة الجمهور. الحين انا ما اقدر صراحة اكتب يعني شيء حداثي. لا ما حداثي، انا لا بكلمك لا، وما اقدر اوصف زيادة يعني مثلا يعني امدح سواء كان السلطان او كان الوطن، امدح باشياء خرافيه واشياء ما تدخل في العقل او اشياء أو بعيده شاعرية. عن المتلقي. خلينا نتكلم عن شاعريه، انت قصائدك اللي تسمعنا الحين انت يا اسمعي فيها حداثه؟ ما فيها حداثه، ما بس فيها حداثة. شعريه، فيها شعريه، فيها اشتغال عن النص. لا بالعكس، ما في استعجال. في النهايه انت اللي تشوف، انت مثلا اذا شطر حسيت فيه، لا مش شطر، انا خفت فيه المستوى. انا اكلمك اني اسمع حمود واسمع مع الشعراء كلهم اللي كاتبين واللي اسمعك انت الحين على الهواء، انا اتكلم ان مستوياتكم احنا عارفينها، يعني عارفين وين مستواكم الشعري، انا هذا اللي اتكلم. لما يكون في عتب هو عتب محب، ففي شعراء كثير يعني اشتغلوا على، وانا يمكن واحد منهم، اشتغلنا على جو القصيده كاخراج والى اخره وسقطت سهوا اشتغلنا على النص الوطني، فهذا يؤخذ علينا احنا كشعراء. خذ علينا، خلينا نسمع نص علي، نص متفرد من نصوصك. يقول اطلقي الابواب يا هيه من عقب الغياب،
شاعرك لو غاب من عام ما يرجع خلي، وانشدي عنه بنات الحواري ويش جاب، للبسن ابيات شعره وعافا للحلي. ببتدي دام السوالف لها تسعين باب، واللي حقولي ملامه علي ذبح الطلي، من عشق مليون مره الين الراس شاب، مرجعه دايم وداين لحبنا اولي. من عرفتك واشرب الحزن ما لذ وطاب، ويا كثر مدات يدك من الخافق كلي. ايه انا ما قلت مجروح من ضرسنا وناب، والقهر لقالت الناس يا حلوك سلي. المحبة قصة اثنين ما جات بكتاب، سالفة في وسط جوفي تفيض وتمتلي، في بحر عينك سبحت ولقيت العمر ذاب، لا يدين تعين يا قرب منك مقتلي. ويا كثر غفوة عيوني على باب الجواب، بين ليه وبين يمكن بقتلك عللي. ما خذيت إلا وعود تساوت بالتراب، والتراب اليوم ينداس من هلكي وهلي. خاف يلا ساحة القلب تشكي ما الخراب، كأنها غزة وتشكي لها ربنا ولي. غيرنا عانى من الوصل لا شح السحاب، والمصيبة عاشقك بالمطر يغلي غلي. أطلقي الأبواب يا هيه مليت السراب، شاعرك لو غاب يرجع بكلمة يا علي. يا سلام عليك، علي شاعر مبدع مبدع، صح الله لسانك. علي خلينا نتكلم عن جانب آخر اللي هو الانستغرام، أو خلينا نقول تويتر بشكل عام. يعني ياسر شوف تعليقات يعني من ضمن المعرفات يعني النسائية. لا ما بستر عليك يعني، ما دام انك انت ما حذفت تعليقات انا بقول اليوم علي ما حذفت تعليقات صراحه. بالضبط. علي ممكن تتزوجني؟ في تعليقات موجوده في الانستغرام بهذه الطريقه، كيف تتعامل معها؟ كيف تتعامل مع المعجبات؟ خلي المعجبين من وصلهم، بس المعجبات كيف تتعامل معها؟ بالعكس تعليقات عندك وعندي الخير. زين؟ لا لا تحمل السؤال. لا لا تعامل دبلوماسي في النهايه يعني. تعامل دبلوماسي بعيد عن، بحكم تعرف يعني الإعلام خلاص أي غلطة بسيطة تروح فيها يعني، يمكن اللي بنيته من سنين يروح بغلطة بسيطة يعني. فأي تعليق سواء كان زين وكان سيء. نحن نتكلم عن الزين الحين. الزين كله يفرح به. الله تفرح لما تشوف كلمة أحبك يا علي، أنت شاعري المبدع أنت. لا أنا بكون يعني بكون كذاب إذا قلت لك لا. أي كلام جميل يتقبل الصدر، وحتى الكلام اللي مبزين ولا حس انه بناء نقد يعني نقد انماع. وكذلك في كلام احيان خارج عن الادب يعني بلوك يعني. لا ما اعمل بلوك، انا احط مكانه. لا بس ما الشخص تهجمك يمكن يكون لغايه اخرى غير النقد يعني. مازن الشخص اللي بيدخل عندك بعيد عنك يبقى شاف سمع باسم الشاعر مازن الهدابي، دخل عليه البروفايل مالك، اذا حصل ان جميع التعليقات كلها زينه 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 تاكد ان يعني هذه انسان كامل ما في شيء غلط. جميل. يعني لازم يكون تعليق واحد. انا ما من الناس اللي يحط الاشياء الجميله عشان بس الناس يقول هذه والله قصيدته زين. جميل. غلط علي، غلط علي احط هذه تربيته. انا هذا اللي اتكلم عنه، انا لما شخص يتقرى ويسبك يشتمك مثلا. طبعا الثقافه موجوده انستغرام بشكل عام، موجود بشكل عام من اي شخص يحس بالنقص. يحس بالنقص. ما تحس انه يمكن هذا شخص موجه او شيء من هالقبيل؟ موجه هذا الشيء يرجع له، انا احس انه عنده نقص. جميل. في حاجه ما قدر يوصل لها، فيقول انا بستنقص من الشخص ذي عشان اعلق اللي احس يطلع عن طوره يغلط بكلمه. فانت بكل حالات لازم تكون عندك شويه اخلاق تجاهل. السلام عليك. جميل. ما تعمل حظر لاي شخص؟ ما عملت لا حظر؟ لا عملت حظر مره واحده اللي حد. اضطريت انك تعمل حظر؟ اضطريت لان ما عشان عمل تعليق داخل، لا في اشياء اخرى يعني. نعم. وصل لمرحله يعني انت ممكن في الدايركت. في الدايركت مو في اللي هو رسائل خاصه. جميل يا علي. علي انا عندي سؤال يعني من زمان في بالي يعني. الله يستر. بس بقول لك يا بعد الفاصل ايش رايك؟ فاصل قصير أعزائي المشاهدين وراجعين لكم بعد قليل، كونوا على الموعد.
حياكم الله اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم ورجعنا ضيفنا المميز علي الغنبوسي الصوت الجريح. حياك يا ابو سلطان. حياك الله معزوم. علي، ساحتنا تحتاج عراض؟ ساحتنا تحتاج عراض؟ والله اتحفظ على الايجاب. تتحفظ على الايجاب، ليش تتحفظ؟ الأسباب. في عرابين صاروا الحين الفتره الاخيره يقول لك انه من خلال هذا الشاعر ممكن انه يعني نعمل مثل فلتره للقصائد المنشوره للشعراء المشاركين في المسابقات، وهذا بدينا نشوف اكثر من عراب في الساحه. من هم الاكثر من عراب؟ يعني ممكن تذكر لي اسماء؟ ممكن اذكر لك اسماء طبعا، يعني الحين لما نتكلم على صعيد مثلا على صعيد الصحافه فعندنا الصحفيين يعتبرون عرابين، مسعود الحمداني، فيصل علوي، خميس السلطي وغيرهم من الشعراء. على مستوى تنظيم الامسيات اذا بنتكلم عن فهد السعدي وعبد الحميد دوحي عبد الحميد الدوحاني فهم عرابي ساحه يعتبرون لاختيارهم لاسماء سنويه للمشاركه في الاسماء الموجوده في وزاره التراث والثقافه اللي تختار شعراء، هذا عرابين ساحه. فاحنا محتاجين عراب في الساحه. كيف ممكن تعمل تنظيم لهذا الموضوع كامل، ظهور الشاعر وظهور القصيده؟ كل شاعر مبدع لا يحتاج العراب. كل شاعر مبدع لا يحتاج العراب. اذا ساحتنا لا تحتاج العراب. قلت لك انا تحفظ على الاجابه، لكن اقول لك كل شاعر مبدع لا يحتاج العراب. جميل، دائما دبلوماسي يا علي. طيب علي، ايش رايك تسمع النص؟ يقول: بيض الله وجهك المملي غرور، وسود الله وجهي اللي ما نساك. بيض الله وجهك المملي غرور، وسود الله وجهي اللي ما نساك. أشهد إنك بالقفا ما بك قصور، ناظر الخافق سكاكينك هناك. ما أبي عينك على عيني تزور، دمعتي غيمة وما تنطر سماك. أزرع أشواقي على أرضك بذور، وأقني الميتة على قطفتي داك. حاجتي لك حاجة عيوني لنور، وحاجتك لي حاجة العابر معك. ما رفع سهمك سوى ذاك الفتور، رفع القيمة على من هو بغاك. يا نبات العمر ما شفت الزهور، من سقاك البارحة يعشق ظماك. ويا ملاذ الصبر في وسط الصدور، ملت أقدامي على دوسة حماك. تنكسر هامة على متن السطور، وترتفع قامة على حدة ذكاك. ينقص الجامد مفاهيم الشعور، والشعور إنسان عايش مع سواك. علم المقفي وقل له هي تدور، عادها بتدور والقاني دواك. يا الغلا كانك على الفرقة صبور، لو بغيت تروح روح الله معك. الله عليك يا علي. من الأشياء اللي تميزك، يعني صح الله لسانك، الأشياء اللي تميزك ما أعرف، أحس أن قصيدتك تطلع يعني ولا كلمة طالعة ما فيها مشاعر، كل كلمة موجودة في القصيدة عبارة عن مشاعر، فأنا أسمع مشاعر ما أسمع قصيدة. يعطيك الصحة والعافية يا شاعرنا المبدع. طيب، أعذب الشعر كذبة، أنت كذاب كنت قبل شوي ولا صادق؟ كذاب. هذا دبلوماسي هذا الرد؟ مو دبلوماسي. إذا قصائدك العاطفية كذب، بينما الاجتماعية حقيقة. الاجتماعية يعني في الوطنية حقيقة. القصائد الوطنية يقدر شيء من القلب نابع من داخل، شيء متأصل فينا يعني. والحب ما طالع من القلب. لكن لا يعني ما بكل يوم الشخص يحب ويفارق، هي احيانا مواقف وبعض الاحيان نتاج خيال. يعني ممكن يبرمج عقله، يلا يا عقلي خلينا نكتب اليوم قصيده عن فراق، ممكن يصير هذا الشيء بدون عاطفه؟ وايد. جميل، هذا اعتراف صريح، مع اني اتوقع ان فعلا لا زال الشاعر كذاب في اغلب احيانا. طيب علي، في الفتره الاخيره ظاهره غير صحيه بدينا نشوفها في الافق، اللي هي ظهور شعرائنا بطابع سياسي في قصائدهم، سياسه خارجيه. ايش رايك؟ هل انت مع او ضد ان الشاعر يتدخل في شؤون الغير؟ لا، انا ضد. ضد. ما تاثير هذه القصائد؟ تاثيرها كبير اذا كان الشاعر له جماهير وله متابعين، واي شيء طلع مؤثر يعني مفروض يراجع نفسه يعني. بعدين انا كشاعر اتبع سياسه دولتي. سياسه دولتك كشاعر؟ واللي هي مطلع. جميل، جميل جدا. يعني اي موقف لدولتك يعني سياسي؟ يعني انا اذا كانت موقف دولتي في موضوع معين محايد، فانا اكون محايد، محايد معه، ما اطلع من طاعه ولي الامر. لا، جميل. أبد جدا. أبد. يعني ضد اي شاعر؟ ضد اي شاعر يطلع من، ومهما يكون اسمه انا ضد. جميل، جميل. وهذا مثال يحتذى فيه يا علي، يعني يعطيك الصحه والعافيه. الصحافه الشعريه انتهت؟ نوعا ما انتهت. السبب انتم شباب شعراء شباب؟ ما انت السبب؟ سبب وسائل التواصل الاجتماعي اللي خلاص يعني الشخص اللي يدخل فيها يختفي عن الصحافه الشعريه.
ايش كنت تريد من الصحافه لما تنشر قصيدتك؟ الوصول لاكبر شريحه من المتابعين سابقا، اما الان عندك انستغرام، عندك تويتر، عندك سناب شات، خلاص اغناك عن كل شيء. وبعدين الشاعر لكن هي لها فوائد ولها مضار، يعني انا كتويتر مثلا اشوف فيه مضار كثير، اختزل الشاعر قصيدته كلها كامل في بيتين والسلام عليكم. جميل جميل. متى يكون الشعر موهبه ومتى يكون احترافيه؟ احترافيه اذا توصل قصيدتك لخارج الحدود. هذه الاحترافيه. والموهبه تكون في مجتمع في بس محل. حدود. جميل. ما ممكن الموهبه تتحلق بدون احترافيه خارج اسوار البلد؟ لا، يحتاج لك اشياء كثيره ومساعده. مثل اشياء كثيره قلت لك، كان اطلع على التجارب الثانيه ضروري. أنا ما أقدر يعني أوصل مثلا والله أخاطب واحد سعودي بكلمة عمانية قح يعني من داخل من لهجتنا حال المحلية بكلمة، بأي كلمة يعني مثلا، سواء كانت في مصنع كانت في قعلان، يمكن ما يعرف إلا واحد قعلاني مثلا. السبب يعود يعني مثلا حنقول مثلا اللهجة النقدية وصلت عنا أكثر، ودنا نعرف أشياء كلمات أكثر اللي مثلا مير وغيرها وصلت عنا من قبل. ليش؟ لأن كان الإعلام الخليجي مسيطر على وهو اللي يوصل له. جميل. هو صدر تجاربهم، يعني تجاربنا مختفي. الشيء المنوط علينا احنا كشعراء ساحة عمانية تصدير المفردة العمانية للخارج. التصدير كم يكون نسبته في القصيدة؟ يعني انا اكتب قصيدة بيضاء واصدر يعني ثلاث كلمات اربع كلمات خمس في القصيدة العمانية؟ اي ما اغرقها يعني بصراحة ابو وايد، يعني عشان ما تكون مغلقة ايضا. مغلق كذلك، لازم يكون الكتاب مفتوح يقرا اي واحد، ما اقدر اني اسكر على. وهذا اللي صاير حتى في التجارب الخليجية. نعم. اتوقع ان التجارب الخليجية اللي وصلتنا هي عبارة عن قصيدة بيضاء. أيوة. فيها بعض الكلمات اللي احنا رحنا فيها كشعراء شباب نبحث عنها. أيوة. ايش معنى هذا القصيدة؟ فاحنا المفروض نتبع نفس السياسة على اساس ان نوصل قصايدنا للخارج. جميل جميل علي. طيب علي، تغيير في خارطة الشعر، كيف يكون التغيير؟ والله انا اشوف التغيير في خارطه الشعر بدا بالملتقيات صراحه. يعني ملتقى عمان الشعري اعتبره غير في خارطه الشعر كثير. الشعري ملتقى اوزان كذلك، الامسيات الشعريه اللي عليها التصوير، الامسيات الشعريه الحين اصبحت عمان انا اشوفها قبله الشعر الخليجي. قبله الشعر الخليجي عمان. كيف؟ تعدد الملتقيات. صار الشاعر اول كان العماني، الشاعر العماني يتمنى ان يكون يسوي امسيه خارجي، ولا زال يتمنى ولا زال يتمنى. لكن الان اللي صار شيء ثاني، الشاعر الخليجي مهما وصلت شهرته يتمنى ان يسوي امسيه داخل عمان. ما شفنا بدر عبد المحسن في عمان. والله ان شاء الله اذا في جهود، لكن خلاص الريال قال خلاص ما راح يسوي امسيات. طيب ما شفنا حامد زيد في الملتقيات اللي ذكرتها قبل شوي؟ حامد زيد كانت له مبادره انه يشارك في الملتقى السابق، عندك معلومات؟ تواصلنا مع فهد السعدي لكن لظروف ما اعتذر. وسعد علوش ما شفناه في الملتقيات. لا للاسف سعد علوش انا ما عندي خلفيه يعني انه استدعي لل ما شفنا شخصيات يعني شعريه مثل حمدان بن حمد الراشد فزاع وغيرها، الامير خالد الفيصل وغيرها. يعني انت لما تكلمت قبل شوي تكلمت بشكل عام بالنسبه للشعراء المتحققين ودهم انهم في شعراء وصلوا لعنا. فهد مساعد ما شفناه. في شعراء طبعا، بس اللي ابين لك اياه لما نتكلم بكلمه عامه نفس الشيء، ما اريد نهضم حق نجوم بالنسبه يعني. لحمدان نفس الشيء، فهد السعدي كانت قال لي في محاولة فزاع يكون موجود. ايوه هذه من كلام فهد. في محاولة يعني هذه في النهاية لكن عاد ما ادري هل ممكن في الملتقيات القادمة، ما حد يعرف. جميل. كل شيء يصير. جميل. علي الغنبوصي، الإعلام بين المحاباة وبين الإنصاف، هيني ميل أكثر؟ الإنصاف طبعا. الإنصاف. كل شاعر مبدع لازم يعطى حقه يعني في الإعلام. كيف تتم هالمعادلة؟ هل القصيدة تفرض نفسها؟ يعني الشاعر لما يستضاف يبدع وبالتالي خلاص تبدأ سلسلة انتشار بين الناس تكبر، بينما الشاعر اللي يعني أكلمك فرض الواقع، والحين ما دام البرنامج موجود قيم القصيد هذا الحين أنا أشوفه يعني مثلك مازن، الحين عندك هذا البرنامج أنت أدرى بالساحة أكثر من أي مقدم تجيبه ومقدمه بشعر وغير، ما عنده دراية بالشعراء والشعر الساحة الشعرية. انت الحين كمازن ادرى بالشعراء اللي موجودين وادرى من هو الشاعر عن المستشعر، فتعطيه مساحه اني تستضيفه، يكون على الاقل تكون هذه الخطوه الاولى له. سابقا حنفتقد لشيء، نفتقد اول البرامج الشعريه، والان الحمد لله رب العالمين نشوف برامج ونشوف كذلك برامج اذاعيه
والان برامج تلفزيونيه، وهذا اصلا يساعد حتى الشاعر اللي مبتدئ طموح، يبدا عنده طموح انه يوصل لهذه البرامج وبالتالي يوصل وحصل الانصاف اللي هو يدور اصلا. جميل جميل جدا. ثوره الاعلام الجديد قلت لي قادت الاعلام التقليدي للمشنقه، انا اقصد الاعلام التقليدي الصحافه، فعلا هذا الشيء صار؟ ما ممكن احنا ندمج بين الشيئين؟ ما ممكن نعمل معادله توازن بين الشيئين اللي هو الاعلام التقليدي اللي اقصد بالصحف مثلا والاذاعات وغيرها والاعلام الحديث؟ ما ممكن نعمل معادله يعني مثلا علي الغنبوصي يساهم مع المحرر انه ينشر قصيدته اول شيء حصريا على الجريده، بحيث انها يعني اعمده الشعر تبدا توهق مره ثانيه وتكون في توثيق لتجاربك يعني الصحابة. هذه فكره عندك انت مازن الحين تقولها تطرحها كفكره، يعني انك تحاول انك تخلي شريحه من المجتمع يتابع الصحافه. لكن انا اعتبر ان قلت لك وسائل التواصل الاجتماعي غطت على هذا الشيء. اسمع نص يقول اللي سرت ليله البارح وتبغي شمال، ما بدني غير نظره وركزت خنجرين، اقفت وقالت تحمل يا خوي الثقال، هذا مذاق التعب يا عاشق الياسمين، والدرب يتعب ولا به من عيال الحلال غير النوايا مطايا في دروب السنين، ما دام باقي على الدنيا وكسري محال، ما بشكي الحال والغيبه وقصر اليدين، كبرت مدري عن الزلات واهل الهزال، والسابقه بالمعزه بالمراكض طبين، ان روحت تكسر التيمات تضرب مثال كانها نهب مع بن شطيط وشوط ثمين، والكايده خشمها لو طاح والدم سال دريت منها اخذت سهمين صابا وتين، والشده اللي لفت وقت الحرق ما تقال صديتها ورجعت من قوض العنمتين، يا كسرة فؤاد من روح ويبغي تعال، وده يبوح بحكي واقف ويهرك جبين، يبغى يوادع قبل فوح حلوله بالدلال، له قدر وانفضح بالحال من دمعتين، يمكن تصيب الهدف طلقة جفا واحتمال تخون رميه من البندق وتقتل حنين، ساري وادور على اللي فوق صعب المنال، وانا له لو تضيق وتعقد الحاجبين، اللي وقف بالشدايد وقفته كالجبال، هذا خويك على الفزعات من والدين، واللقمة اللي كلاها ضيف هي راس مال، بالعافية قسمنا مكتوب والله يعين، والفرح ما هو على بابي ولا هو ضرار، عابر سبيل وطرق مرة وسره دفين، أحيان فعل الصبي يكبر ويدفن رجال، ينسى فعل جده الأكبر ويتبع لعين، هذه علومي وأنا ساري لدار الشمال، وما يجهل الدر من يتبع أثر غايبي. يا سلام عليك، صح الله لسانك. في إسقاطات من البيئة المحلية وهذا الشيء اللي يميز قصيدتك دائما علي. علي، مقياس نجاح الشاعر متى نقول هذا الشاعر ناجح؟ إذا تردد اسمه في أكثر من مكان. أكثر من مكان؟ أيوه. ممكن يتردد اسم الشاعر بطريقة سلبية؟ لا لا، تردد اسمه بطريقه جميله طبعا، ما بسلبيه، ما بسلبيه اشادات، اني بسمع حضور امسيات وغيرها، ما بسمع مازن والله يطرونه في الشرقيه، روحت صلاله مازن تروح في صلاله، طلعت خارج عمان وله جمهور وقصيدته، يردد لي اكثر من شخص قصيدته، اشياء يعني قصايد ابيات من له، هذه دليل على النجاح. بعدين اسمع لاكثر من امسيه، فلان اليوم امسيه مازن، اليوم امسيه مازن في الشرقي، اليوم امسيه مازن في باطنه كذا، هذه نجاح. هذا النجاح. هذا النجاح. انتشار قصيدته بين الجمهور، اذا الجمهور هو الاساس. هو الاساس طبعا. متى يجمع الشاعر بين جمهور النخبه والجمهور العام؟ متى قصيدته تلاقي الحب ولا مستحيل انه يجمع بين؟ لا بالعكس، هذه الخلطه موجوده لكن قليل اللي يجدوها. قليل اللي قليل اللي يجدوها طبعا. عندك شعراء في بالك يجيدون هذه الخلطه؟ اكيد. اعطنا اسماء. محمود موهقه. واحد. عندك ناصر غيلاني. ناصر غيلاني. علي الراسبي. علي الراسبي. يعني في اسماء. هذه الاسماء تجمع قصيدتي بين الجمهور وبين وبين العامة. النخبه بين النخبه والجمهور العام. الجمهور العادي. الاسماء اللي ذكرتها تجمع. تجمع بين الاثنين. جميل جدا. طيب ايهما اهم، الصوره الشعريه ولا الفكره الشعريه؟ بالنسبة لك انت لما تكتب؟ انا الصورة عندي. الصورة. الصورة اهم. قصيدتك ما مبنية على فكرة؟ والله يا مازن ولا ما تهتم للفكرة كثر ما تهتم المشاعر والصورة اللي موجودة في القصيدة؟ إذا انفرضت علي فكرة، انفرضت علي فكرة، أحيانا في مسابقة تنفرض يعني لازم تجيب فكرة معينة للقصيدة. فأنا أتعب عليها كثير. أركز على الفكرة وتسلسلها لين أطلع، يعني إذا كانت الفكرة فيها مثلا موضوع وبحلله وبطلع بنتيجة. فأتعب عليها كثير.
اما الصوره الشعريه، الصوره الشعريه انا احسها يعني كل بيت لازم تخلص له، تخلص له يعني. القصيده يقول لك اكتبها في يوم عدل فيها شهر، مثل ما تعطيها بتعطيك يوم من الايام، وعمر القصيده ما تموت. لو مر عليها دهور ما دهور ما تموت القصيده، تبقى. لكن اخلص لها وهي تخلص لك، وهي ان شاء الله تقملك قدام الاواد. جميل. نعم. طيب علي، خلينا ننتقل لمحور نوعا ما يثير تساؤل في داخلي. كم عدد الجوائز اللي حققها علي في المسابقات المحليه؟ ثلاث تقريبا. ثلاث تقدر تذكر فيها؟ ايه، الجائزه التشجيعيه في الملتقى 17، ملتقى الشعري 17 10 نزوه تشجيعيه، تشجيع يعني الخامس يعني. يعني لا الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، الخامس. اول مشاركه كانت لي. تعتبر انجاز؟ والله في ذاك الوقت ومع يعني تعتبر انجاز. اعتبر انجاز ليش؟ لاني تحقيق، يعني انك صرت اسم محقق. أيوة. في الساحه بهالطريقه. الثانيه ثالث في مسابقه شعر الرسول. شعر الرسول ثالثه. الثالث وين شعر الرسول كانت؟ من ينظمها؟ منظمها كانت في قعلان بني ابو حسن. قعلان بني حسن القائم فيها كان الشاعر صالح مشايخي، كانت تعتبر. والنعم، نوجه له تحيه. كان نادي قعلان هو اللي متمننها. والثالث، المسابقه الثالثه اللي فزت فيها، اللي هي على مستوى الرياضيه، اخذت الاول على مستوى الولايه بس، لكني ما كملت معه. طيب انا عندي هذا التساؤل اللي خلقنا الحين، انت على مستوى الملتقيات الادبيه ما حققت مراكز متقدمه ولا المهرجانات الشعريه؟ شاركت انا مهرجان ولا شاركت اصلا؟ بينما في شعر اليوم حققت مركز يعتبر من 12، يعني تتكلم من 12 على مستوى 5000 يعني متسابق او 3000 متسابق، هالحدود يعني مجازين. فيعني انا مستغرب، هل عمليه التقييم معنا ما يعني مش مضبوطه 100% لهالدرجه، ام ان عمليه التقييم خارجيا فيها مشكله؟ وين المشكله موجوده؟ تكلم صراحه يعني؟ تكلم صراحه، انا اريد اسمع الصراحه منك يعني. اتمنى انه يتغير شيء في تقييم مسابقات، تقييم مسابقات في عمان، سواء كان الملتقى او المهرجان. تنويع في المدارس، المحكمين، مدارس المحكمين، اذا وجد التنويع بتشوف اقلام جديده. جميل. طالعه وبتنحل هذه المشكله. جميل. اما اذا بنبقى على نفس السالفه القديمه. جميل. ما راح نتطور صراحه. اسمع نص ختامي علي. ختامي يقول: ما صار من بعد الجفا جعله فداك، من غمزة عيونك إلى لمسة يديك، وإن قلت تبغاني نعم إني أباك، لصارت دروبي توديني إليك. يسعد صباح الوجه، لا يسعد مساك، جدايلك بالخد ليلنا يبتديك، خلك معي إن قلت أنا كلي معاك، ما يفرق المعنى أبي ولا أبيك، أضيع باللهجة وقولك هيش كاك، يحلى من السكر على شاهي وكيك، حي الوصل منك وحي الله نباك، زيد الوصل لو قلت يرحم والديك، من كثر ما صديت يلحقني غلاك، وحيا على كسرة عطاء واموت فيك، في مدة العشاق لا يقصر عطاك، خوفي من الفرقة وبسم الله عليك، ما شافت عيوني بشر ما حد سواك، عنك حجبت اللوم والقول الركيك، حتى الغريب أحيان في عيني قراك، ومباعك العالم أنا اللي مشتريك، ما عاد تقنعني بظرفك لو خذاك، واستغفر الله واهتديبه ويهديك، وما صار من بعد الجفا جعله فداك، من غمزة عيونك إلى لمسة يديك. الله عليك يا علي، وأعتقد أن الختام مسك بهذه القصيدة الجميلة. شكرا لك أنك نورتنا اليوم في برنامجك خيام القصيد. شكرا علي الغنبوصي. شاكر لك اخوي مازن، وانت معودنا طبعا على الاسئله الناريه، والله يستر ان شاء الله من اللقاء. عزيز وغالي، عزيز وغالي. واعزائي المشاهدين، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، كان معنا ضيفنا المتالق دائما علي الغنبوصي. شاكر لكم حسن المشاهده والاستماع، واتمنى باذن الله تعالى انكم وفقنا في تغطيه قصائد علي الغنبوصي وتجربته الشعريه، وايضا قضايا ساحتنا المحليه اللي يتعلق فيها علي الغنبوصي. الى ان نلقاكم في الحلقات القادمه، تقبلوا تحياتي في الاعداد والتقديم اخوكم مازن الهداوي، وفي الاخراج سلطان البحري وطاقم العمل كافه. نلقاكم على شعر.